تحتفل منظمة الصحة العالمية وشركائها في كل مكان في 31 من آيار مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، مع إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه. ويعد تعاطي التبغ من أهم سبب منفرد للوفيات التي يمكن تفاديها على الصعيد العالمي، علما بأنه يؤدي حاليا إلى إزهاق روح 1 من كل 10 بالغين في شتى أنحاء العالم. نعم أحسنتي. أما الهدف النهائي لليوم العالمي للامتناع عن التدخين هو المساهمة في حماية الأجيال الحالية والأجيال المقبلة من مخاطر أضرار التدخين، وأيضا من المصائب اللي حقيقة هي مصائب اجتماعية ومصائب بيئية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه. إن شاء الله راح نخوض بهذا الموضوع آني وليلى، لكن خلونا نشاهد بعض المشاهد من مخاطر التبغ على الصحة. يقتل التبغ نصف من يتعاطونه تقريبا، وأيضا يؤدي التبغ بحياة أكثر من 8 ملايين نسمة سنويا، من بينهم أكثر من 7 ملايين يتعاطونه مباشرة، ونحو 1.2 مليون من غير المدخنين يتعرضون لدخانه لا إراديا، ويعيش نحو 80% من المدخنين البالغ عددهم 1 مليار شخص على الصعيد العالمي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. في عام 2007 استحدثت منظمة الصحة العالمية وسيلة عملية وفعالة أيضا من حيث التكلفة لتوسيع نطاق تنفيذ الأحكام الرئيسية لخفض الطلب في الاتفاقية الإطارية للمنظمة بشأن مكافحة التبغ على أرض الواقع، عرفت باسم برنامج أمباور أو برنامج التدابير الستة، ويعكس كل تدبير واحد من هذه التدابير حكما واحدا على الأقل من أحكام الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. نعم، وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان التدابير الستة التي يشملها هذا البرنامج: رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية، وثانيا حماية الناس من تعاطي التبغ، وكذلك عرض المساعدة للإقلاع عن تعاطي التبغ والتحذير من أخطار التبغ، وإنفاذ الحظر على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، وزيادة الضرائب على التبغ. نعم. إذن طبعا بالبداية عاشتي لك على هذا الموضوع، موضوع جدا مهم. يعني اليوم احنا في امس الحاجة بان يكون هناك توعية اعلامية لمخاطر التبغ ومخاطر الدخان. يعني المشكلة الخطر مو فقط يصيب المدخن بل يصيب حتى الاشخاص اللي حوله. صحيح، ولذلك احنا نشوف المناسبات العالمية والسبب باحتفالها انه هي يوم للتذكير بخطورة مشكلة او يحتاجون الى وقفة حتى نحل مسألة من المسائل، لذلك هو هذا السبب الرئيسي للاحتفال بالمناسبات العالمية، ومنها المناسبة اليوم اللي خاصة بالامتناع عن تعاطي التبغ. حتى نتعرف اكثر على هذا الموضوع وناخذ المزيد من المعلومات راح ينضم ويانا عبر الهاتف الدكتور انور الخفاجي اخصائي طب الاسره. اهلا وسهلا بكم دكتور واسعد الله صباحكم. اهلا وسهلا بكم، شرفنا بحضرتك. الله يحفظكم يا رب. اليوم ده نحيي مناسبه عالميه وهي مناسبه الامتناع عن التبغ، خلينا نعرف من حضرتك مخاطر التدخين على الصحه والامراض اللي ممكن ان يصاب بها الشخص المدخن. نعم، شكرا على الاستضافه. عفوا. بالنسبه احنا بالبدايه اخوان لازم نعرف انه الجيجاره تتكون من يا ماده تتكون الجيجاره. نعم. بالبدايه الجيجاره تعرف نعرفون انت حضراتكم تتكون من مواد كيميائيه ومكونات. نعم، حوالي 600 ماده ومكون. عند احتراقها يعني لما تحترق ويطلع الدخان يستنشق الانسان يستنشق حوالي 7000 مادة كيميائية، 7000 مادة كيميائية تدخل للجسم نتيجة الاحتراق
الجيجار الوحدة. هاي 7000 مادة كيميائية ثبت علميا، ثبت يعني بدراسات علمية رصينة، تحتوي على 70 مادة مسلطنة، أكثر من 70 مادة مسلطنة تدخل جسم الإنسان بالجيجار الوحدة. طبعا شنو مادة مسلطنة؟ يعني مواد تكون تسبب السرطان. يعني ما دا أتحدث بخصوص سرطان الرئة، واللي هو معروف أنه هو سرطان الرئة العلاقة بالتدخين، لكن أنا أتكلم حدود سرطان الفم، سرطان الحنجرة، سرطان المريء، سرطان البنكرياس، سرطان الكلى، سرطان الجلد بصورة مباشرة وغير مباشرة، كلها لها علاقة بالمواد المسلطنة اللي تدخل عن طريق الجيجار الوحدة وتتراكم داخل الجسم مرور الوقت، أنه تنتج عنها مواد مسلطنة. طبعا هذا الأكثر ضرر هو السبب، احنا بنعرف احنا هاي مواد مسلطنة تسبب السرطان. لكن أحد أهم المكونات الموجودة بالجيجارة اللي هي تخلي الإنسان ما يقدر يعوف الجيجارة ويصير نوع من أنواع الإدمان، هو تحتوي على مادة مخدرة احنا نعرف اسمها مادة النيكوتين. مثل ما تعرفون حضرتكم النيكوتين تعتبر مادة مخدرة، لما تدخل إلى جسم الإنسان عن طريق الاستنشاق ويا دخان الجيجارة مباشرة خلال ثواني تصل للدماغ. لما تصل للدماغ تأثر على الدماغ، تسوي تخلي الدماغ نشط، مزاجه متحسن، شعور متعة مثلا، شعور بالنشاط والحيوية. هي هاي مادة النيكوتين، هاي تأثيرها على الدماغ. لكن مثل ما تعرفون بس مجرد تقل تركيز هذه المادة في دم الإنسان بسبب أنه واحد انتهت الجيجارة ورا نصف ساعة، لما تقل التركيز مالته تصير عند الآثار الجانبية اللي هي تسبب نقص مادة النيكوتين بالجسم، اللي هي تبدي أصلا عنده شعور غير مريح، يعني مثلا يرجع مرة ثانية ياخذ جيجارة، مشكلة بالتركيز، مشكلة عصبية، عنده آلام بالرأس، دوار مثلا، قلق، اكتئاب، اضطراب النوم، يضطر ياخذ جيجارة ثانية على مود يحسن المزاج مرة ثانية، تصير نوع من أنواع الدورة أو مثل نوع من الإدمان، فيضطر ياخذ جيجارة ثانية على مود يحسن المزاج مالته مرة ثانية ويعيد النشاط للجسم. فهاي مادة النيكوتين تسبب الإدمان للشخص اللي يأخذها. أيضا تحتوي على الجيجارة على مادتين كيميائيتين تشبه مادة السيروتونين اللي هو هرمون السعادة، ومادة الدوبامين اللي هو هرمون النشاط. هاي المواد الكيميائية تسبب أنه دائما شعور بالفرح والنشاط والحيوية وزيادة دقات القلب وكذا، لكن أنه هم لما تقل هاي المواد نسبتها بالجسم يعني تصير آثار جانبية لها، بأنه الكآبة والقلق والعصبية، ونتيجة فقدان الشعور بالشبع والجوع وكذا. نعم نعم أحسنت. فإحنا إحنا إحنا هاي المواد الكيميائية نتائجها أضرار لها كثيرة على الجسم. إحنا بنشعر على أضرار تأثر على الرئة، على الجهاز التنفسي، مثل ما نعرف إنه السبب المدخن دائما عنده التهاب قصبات مزمن، دائما عنده حساسية بالقصبات، دائما عنده احتمال كبير عنده سرطان رئة. لكن تأثيراته أكثر من الجهاز التنفسي أخوان، يعني تأثر على القلب، على الأوعية الدموية، سبب تصلب شرايين، زيد فرص الجلطات الدماغية، الجلطات القلبية، زيادة ارتفاع ضغط الدم. يعني تعرفون دائما المدخن احتمال ارتفاع ضغط الدم عنده أكثر من غيره. زيادة مقاومة الجسم للإنسولين، فأكثر شيء المدخن يساعدهم داء السكري النمط الثاني احنا نتكلم عنه. زيادة معدلات الكوليسترول بالدم، هواي يعني مضارها على القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي. طيب دكتور أنور، يعني بعد كل هذه المضار اللي تحدثت عنها، اليوم الفرد إذا حاول الإقلاع عن التدخين، شنو هي الآثار الإيجابية اللي راح يحسها الفرد يعني بعد إقلاع عن الجيجارة مثل ما نقول؟ إحنا الإقلاع عن الجيجارة يعني راح يكون على طريقتين الإقلاع عن الجيجارة. الطريقة الأولى هي طريق مباشرة، يعني لازم يقطع التدخين، يتوقف نهائياً، راح يصير عنده بعض الاعراض انسحابيه. احنا صحيح انسحابيه شو معناها؟ يعني نقل نسبه النيكوتين بالدم، فتظهر عنده اعراض جانبيه. واكو طريقه غير مباشره تدريجيه، يعني كان يدخن مثلا 30 جيجارة باليوم، يقللها يصير 31 باليوم، بعدين شوي يبقاها بالتدريج، فتكون الاعراض مالته اقل. بكل الاحوال هي الاعراض الانسحابيه، الاعراض الانسحابيه نتيجه نقصان النيكوتين بالدم احنا ذكرناها، معظمها هي سببها شعور زياده بالوزن عنده، يعني يقوم ياكل هوايه لانه قبل كان يفقد الشهيه بسبب التدخين وبسبب المواد الكيميائيه اللي استنشقها، شعور بالتعب والارهاق، شعور بالقلق والتهيج والاضطرابات الحساسه، كلها اعراض مؤقته، يعني ما اطول لها اسبوعين اللي هي شدتها خلال يعني 70 ساعه، لكن طول تقريبا اسبوع الى اسبوعين وراها يختفي النيكوتين من الجسم نهائيا، وتختفي الاعراض الانسحابيه
ويرجع الاحساس الطبيعي والشعور الطبيعي قبل ما يكون مدخن. احنا نصائحنا حول الاقلاع عن التدخين تكون كالاتي. اول شيء لازم احنا نتذكر دائما احنا فوائد شنو الاقلاع عن التدخين. يعني انا دائما اخلي ببالي انا يعني شنو الفائده من اقطع السيجاره او اقطع التدخين. من ناحيه الفائده الماديه من ناحيه الفائده الماديه انه تقلل المصاريف الماديه وكذا، من ناحيه تاثيراتها على الاهل والتدخين السلبي اللي احنا الاطفال يستنشقون الدخان ويصير عندهم حساسيه بالقصبات، او المراه الحامل ياثر على الجنين مال الطفل وكذا. فاي دائما اذكر هاي الفوائد اخليها ببالي على مود اني اكون دائما اركز انه اقطع التدخين وما ارجع عليه مره ثانيه على السيجاره. نعم. لازم الطريقه الثانيه انا احاول دائما امارس الرياضه بصوره منتظمه. نعم. يعني الرياضه خاصه واحد يتلهي نفسه دائما يلهي نفسه عن السيجاره. انه يمارس الرياضه، رياضه المشي بالهواء الطلق، رياضه بسيطه على مود اقلل الاحساس او رغبه يعني ارجع على التدخين مره ثانيه. ثالثا ممارسه تناول الطعام بصوره منتظمه والطعام الجيد ويحتوي على الفيتامينات والفواكه والخضروات. شرب الكثير من السوائل، السوائل بها فائدة انه تحاول تخلص الجسم من السموم اللي كان الشخص يتناولها عن طريق السيجارة، ترجع الكلى عملها لوظيفتها الطبيعية. نعم. اكو في بعض الاوقات اذا عنده اعراض شديدة، يعني اكو ناس مدمنين يعني يشرب اليوم باكيتين ثلاث باكيتات اليوم، هذا اذا يقطع السيجارة راح يتأذى. عنده اعراض انسحابية من النيكوتين، يعني قوم يقول لك انا ما اقدر دكتور يصير عندي اتخربط يصير عندي مشاكل هواي. هذا الشخص مو ممكن انا اقول لك بعد سيجاره ونهائيا، وبعد هذا يحتاج له اول شيء بالتدريج، ثانيا يحتاج له علاجات تعويضيه. احنا صحيحين شنو علاجات تعويضيه؟ لانه على شكل مثلا علكه او اقراص او لصقات نيكوتين بالتدريج شوي شوي على مود نقلل الاعراض الانسحابيه. اذا ممكن لازم يكون نعم لازم يكون الاقلاع يعني تحت اشراف طبيب. نعم على مود نقلل حتى نقلل من الاعراض. نعم. الاعراض الانسحابيه اللي ذكرناها اللي صار عنده بسبب قله ماده النيكوتين بالجسم، مثل القلق، نعطي علاج للقلق، الكآبه كذا، الخمول، التعب، يصير عنده ارهاق نتيجه قله النيكوتين بالجسم. نعم. وهي كلها طبعا هي راح تروح بالتدريج بدون حتى بدون علاج، لكن اذا عنده اعراض قويه اكيد لازم واحد ياخذ علاج على المتقل عنده الاعراض على المرجع مره ثانيه. نعم. إذن دكتور أنور الخفاجي أخصائي طب الأسرة، جزيل الشكر والتقدير لحضرتك لانضمامك ويانا بصباح كربلاء هذا اليوم، وشكرا على المعلومات القيمة اللي قدمتوها. العفو، شكر لكم. شكرا. الله يحفظكم يا رب. هذه أكو مثل يقولون أنه أكو شخص مدخن فدائما يقرأ عن مضار التدخين، صح. فقرر آخر شيء يقلع عن القراءة، يقرأ يعني صحيح. يترك القراءة بعد. قرأت هذا الشيء ويعني حقيقة ضحكت. يعني ان شاء الله هاي النصائح اللي يعني قدمها الدكتور واللي ايضا تحدثنا بالبدايه بتكون يعني بنظر عين الاعتبار. يعني هو انت ما تخاف على صحتك، خاف على صحه اهلك. انت اكيد عندما يعني تدخن وين راح تقعد؟ هو قاعد بوسط العائله، وسط العائله او وسط الاصدقاء. انت اذا عندك اطفال، ثانيا هو مردود اقتصادي. يعني انت بدال كان قبل هالقبل يقولون انت بدال ما تشتري فلوس جقاير خلي فد شويه كرزات بجيبك، صحتك تتقوى وهذا الشيء. اكو قصه مضحكه ما اقدر احكيها عن اللي يقلع عن الجقاير ويتناول مكسرات. فخلينا نترك الان موضوع التدخين، وصارت عندنا المعلومات واضحه حول هذا الامر. نتمنى الصحه والسلامه ان شاء الله للجميع، وكل شخص عنده اراده ويحافظ على صحته يقدر بالتدريج ان شاء الله يتعود ويعود جسمه على العادات الصحيه ويترك العادات الغير صحيه.